خلونا بقى نفهم اكتر ونساعد اكتر مع بعض. معانا على التليفون دكتور محمد ابو ستيت، مدير عام المكتب الاعلامي بوزاره الاوقاف. يا اهلا 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 اهلا، وكل سنه وحضرتك طيب يا دكتور. كل سنه وحضرتك طيب، والساده المشاهدين بخير، ويا رب عيد سعيد علينا جميعا. ويعني بنشوف حضرتك كده كل عيد يا استاذ يوسف. يا رب نشوف بعض كل يوم يا دكتور. ربنا يبارك في حضرتك، ربنا يبارك في حضرتك ونسعد بسماع صوتك. لا ده احنا اللي نسعد بسماع صوتكم، ونسعد جدا بالامور والمبادرات والاجراءات اللي بتعملها الوزاره عشان خاطر اهالينا اللي على قد حالهم شويتين واولى بالرعايه. عندنا كان من 2015 لحد السنة دي الحمد لله صك الأضحية بتاع الوزارة، وأصبح في عندنا الجديد صك الطعام الإطعام. أنا كنت بقول يا دكتور إنه اللي يحب الناس ربنا يحبه، واللي يفتح للناس شباك ربنا يفتح له ألف باب، وإطعام الطعام ده ثوابه عند ربنا كبير قوي. بالفعل زي ما حضرتك تفضلت يا أستاذ يوسف، ربنا سبحانه وتعالى يعني لما وصف الأبرار قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. صدق الله العظيم. يعني خليني اخذ من كلام حضرتك وابدا مع حضرتك يعني التعريف بمشروع صك الاضحيه، بما ان ده الوقت بتاعه وده الفريضه اللي وجبت فيه او السنه الحاضره فيه. أيوة. في عيد الاضحى المبارك اعاده الله تبارك. أمين. وتعالى علينا وعلى الامه جميعا بالخير واليمن والبركات. امين امين. وزاره الاوقاف زي ما حضرتك تفضلت بدأت في مشروع صكوك الأضاحي من 2015، بدأت ب 30 مليون جنيه حتى وصلت في العيد الماضي 1442 إلى 142 مليون جنيه و500 ألف. الله أكبر الله أكبر. استطاعت بفضل الله تبارك وتعالى أن توفر بالتعاون مع وزارة التموين 1453 طن لحوم أضاحي تم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية من خلال وزارة التضامن الاجتماعي اللي هي عندها قاعدة بيانات الأسر الأولى بالرعاية. هذا المشروع يأتي في صالح المضحي أولا، لأن زي ما حضرتك تفضلت الإنسان بيبحث عن الصدقة اللي يكون ثوابها عظيم، اللي يكون مردودها على عند ربنا سبحانه وتعالى كبير وثوابها عظيم. صك الأضحية من وزارة الأوقاف بفضل الله تبارك وتعالى لما شرعته الوزارة وبدأت في طرحه كان الهدف الأسمى هو تعظيم ثواب الأضحية، لأن كامل ثمن الصك بيتحول إلى لحوم دون الله. أي فاقد. حلو. تمام. يعني بتدفع 2200 جنيه أو 3800 جنيه للصك البلدي، بيتحول كامل المبلغ إلى لحوم تصل للأسر الأولى بالرعاية. جميل. في كل مكان في الجمهورية، ولا يخصم منها أي مصروفات إدارية أو إعلانية أو غير ذلك. ده النقطة الأولى، صالح المضحي. صالح المستفيد اللي هي الأسر الأولى بالرعاية بيصل إليها الأضحية حيث كانت بمنتهى العزة والكرامة من خلال قاعدة بيانات في مؤسسات الدولة اللي هي وزارة التضامن الاجتماعي، لديها قاعدة بيانات بالأسر الأولى بالرعاية بأماكنهم بعناوينهم، بتصل إليهم اللحوم بمنتهى العزة والكرامة. جميل جميل. هذا المشروع بفضل الله تبارك وتعالى بيعد مثال للشفافية والانضباط والتميز في العمل الخيري والإنساني. جميع العناصر القائمة على هذا المشروع من وزارة الأوقاف هي تعمل في هذا المشروع لله تبارك وتعالى. طب أنا عندي طلب يا دكتور. تفضل. إذا كان موجود يبقى خير وبركة يعني. دلوقتي واضح من الأسعار بتاعة الصكوك إن دي أضحيات من الخرفان. صح كده ولا إيه؟ لا هي أضحيات من الأبقار. فعلاً. طب لو أنا عاوز حاجة على بعضها، يعني ذبيحة كاملة على بعضها. فلان الفلاني ميسور الحال وعاوز يدفع ثمن صك،
ذبيحة كاملة على بعضها، هل موجود صك بهذا الشكل ولا ممكن أنه بإذن الله سبحانه وتعالى يبقى موجود على السنة الجاية؟ ربنا يا رب يبلغنا السنة الجاية على خير ونتقابل في الحج هناك. وزارة الأوقاف لما وفرت الصك وفرته بما يعادل سبع في بقرة، وهو النصيب الشرعي للفرد ومن يعول، يعني الإنسان وأسرته، رب الأسرة وأولاده يستطيع أن يشتري الصك بما يعادل سبع في بقرة. طب أنا لو عايز أوفر نصيب أو أشتري بقرة كاملة يبقى أضرب الرقم في سبعة، أقدر أشتري سبع صكوك، يبقى أنا كده وفرت أو اشتريت ما قيمته بقرة كاملة توزع على الأسر الأولى بالرعاية بالكامل. هي سبعة أو خمسة صح؟ لأن أنا كانوا يقولوا لنا إنه يعني ممكن يشترك من خمسة لسبعة بحد أقصى. هو الحد الأقصى ليها سبعة، سبع في بقرة، الصق بيعادل سبع، والبقرة تجزئ عن سبعة أفراد. جميل جدا، جميل جدا. ففي الحالة دي لو حد عاوز إنه يعتبر نفسه يعني بيضحي ببقرة كاملة فيشتري السبع صكوك. يشتري سبع صكوك، وبالفعل يعني بعض أهل الفضل اللي بيشتركوا معانا في المشروع ده منذ طرحه وإطلاقه بيقول أنا عايز أشتري سبع صكوك 14 صك، في أحيانا بيصل إلى 30 صك في بعض أهل الفضل بيشتري صكوك بهذا المبلغ يعني. ما شاء الله، اللهم زيد اللهم زيد. إذن نشكركم جدا يا دكتور، وإن شاء الله بقى نشوفكم قريب على خير، ويا رب يا رب الموسم اللي جاي بقى بتاع الحج ده، مش بتاع السنة دي يعني، اللي بعده نتقابل كلنا هناك إن شاء الله على عرفة. ألف 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 شكر ليك يا دكتور، كل الشكر لدكتور محمد أبو ستيت مدير عام المكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف.